بنيتي ولا وليدي ولا اي واحد. داك الانسان دابا حنا تنهضروا على المحبه، الا بغيتيه عاملوه مزيان، تهلا فيه، شوف شنو هما الاخطاء اللي فيه، حاول تصلحهم فيه، ماشي بشي تضرو بشي سم تعطيه ليه يدخلو لذاتو. ويلي منكم العيالات، راه كتيقوا بزاف هاد المشعوذين وكتيقوا بزاف هاد العيالات اللي كيجي تقول لك يلاه نديك ملكة دا عند العيالات، كتقول يلاه عند فلانه بن فلان، كتقادو تصاوب على هذيك اللي جالسه كدير التشعويذ. هذيك راه شيطانه بعدا. اولا قبل كيش عرفوا انكم كتمشيو عند الشياطين، واش اللي كيدير يدوا البنات في يد الشيطان اولا العيالات؟ انا ديما تنقول بنياتي، واش اللي كيدير يدوا في يد الشيطان غيربح؟ ابدا عمرك ما تربحي، غتربحي واحد السويعه واحد جوج كلشي غيتقلب عليك. الشيطان ما تيديروش الناس في يديهم، ديروا يديكم في يد الله وطلبوا الله تبارك وتعالى، واللي قسمها لكم الله هي اللي غتشوفها في حياتكم. الا مقسم لك الله تكملي مع داك الراجل غتكملي معاه، قسم لك الله ربي غتطلقي، قسم لك الله.